ما هو حكم تعدد الزوجات؟ هل هو أصل أم رخصة؟ وما هي الضرورة التي تنطبق عليها هذا الرخصة إذا كانت رخصة؟ تعدد الزوجات قربة وطاعة وليس الزوجات رخصة. تعدد الزوجات قربة وطاعة وعمل صالح فيه تكثير الأمة وفيه عفة الرجال والنساء وفيه قضاء على أسباب الفساد والصفاء. قال الله جل وعلا: فإن خفتم ألا تفسدوا في الأرحام فانكحوا ما طلب من النساء مثنى وثلاث ورباع. فأمر به جل وعلا، أمر بالنكاح مثنى وثلاث ورباع. ونبينا صلى الله عليه وسلم تزوج 9 من النساء، مات عن 9 من النساء، وتزوج مع ذلك امرأتين سابقتين، وعنده جاريتان عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن تعدد النساء أمر مطلوب مع القدرة عليه ومع العدالة في ذلك. فإذا كان قادرا وعادلا فهو مشروع له أن يعدد حتى يكسر الأمة، وحتى يكون أعف لفرجه وأعف لبصره، وحتى يعف من النساء من يسر الله له إعفافا، وحتى يكفر بسبب ذلك النسل والأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي الأرض مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. فإكثار من يعبد الله في الأرض ويصلح في الأرض ويقوم بالخلافة للرسل فيما دعوا إليه، هذا خير عظيم. فنسأل الله يوفق المسلمين للهدى والصلاح والزوجات الصالحات وأزواج الصالحين. فإذا وجد الزوج الصالح والزوجة الصالح فالخير كثير والمصلحة عظيمة. ولا يخفى أن الناس قد يبتلون بحروب وأمراض وغير ذلك، فتعدد الزوجات فيه مصالح كثيرة. الزوج يعف الله به فرجه ونظره، فإن المرأة تبتلى بالمرض، تبتلى بالحيض والنفاس، تبتلى بأشياء تمنع الرجل من التمتع بها. فإذا كان عنده ثانية وثالثة ورابعة انتفع بهذه وهذه وهذه في قضاء وطنه وفي عفة فرجه وفي غض بصره. وهكذا النساء قد يبتلين بالفقر، قد يبتلين بالحروب، فإذا كانت تحت في ظل زوج يقوم عليها ويحسن إليها ويعفها ويحميها، فربع زوج أو ثلث زوج أو نصف زوج خير لها من عدم ذلك. فالمصالح في هذا كثيرة، مع العدالة ومع الاستقامة ومع تقوى الله ومع النصح، ففي هذا خير كثير. أما مع الظلم والعدوان فلا يجوز ذلك، ولكن يجوز ويشرع مع العدالة والاستقامة والإنصاف من الزوج لهن والعدل بينهن في إنفاقهن في الإنفاق عليهن وفي جميع شؤونهن. والله مستعان.